يغفر الجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وأبدلهم خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلهم بالثلج والماء والبرد. اللهم باعد بيننا وبين